السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم مع الحصة الرابعة من مراجعة الرياضيات تحضيرا للسنة الثالثة ابتدائي. اليوم بدأنا ندخل في الدروس الصعبة نوعا ما. كنا بدأنا بالأسهل فالأسهل لأن التلاميذ كانوا في عطلة طويلة. استغرقنا 3 حصص حتى ندخل التلميذ في جو الرياضيات والحساب. اليوم تبدأ أول حصة فيها نوع من الصعوبة نوعا ما. إذن اليوم سنبدأ ب كما تلاحظون التمرين الأول، أكمل ما يلي. لدينا عدد مكون من رقمين ثم ندخل في 3 أرقام وهي المئات. لازم التلميذ يبدأ شيئا فشيئا. لما معرفش يقرأ رقمين لا ننتقل إلى 3 أرقام. إذن لدينا الرقم هنا الأول هو نقرأ على اليمين ثم اليسار 99. إذن الرقم هو أكمل ما يلي 99. ثم الرقم هنا فيه 3 أرقام، نبدأ بالرقم الثالث اللي هو الرقم الكبير رقم المئات ثم نقرأ الرقمين المتبقيين. إذن هنا 100. 100 كيف تكتب؟ تكتب ماء بالألف، ماء. هنا لدينا قلت نقرأ المئات هو الأكبر ثم نقرأ الرقم المتبقي. إذن تصبح لدينا 286. 286. هنا 341. 341. هنا لدينا 700. ما هو الرقم هذا؟ 2. إذا نقول 702 ونقرأ الرقم هذا. الرقم هذا 0. إذا شنو نقول؟ 702. إذا كانت هنا 3 شنو نقول؟ 732. فهم؟ إذا هنا 702. الآن نذهب إلى التمرين الثاني. هو عبارة عن عمليات حسابية، أرقام متكونة من 3 أرقام من صنف المئات بدون إشكال، مكاش فيها الاحتفاظ أو الاستعارة، نخلوهم للحصة القادمة إن شاء الله. أنجز العمليات الآتية. لدينا هنا 246، عفوا 264 زائد 234. إذا 4 زائد 4، نبدأ بالوحدات ولازم الأرقام تكون فوق بعضها، الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات. إذا 4 زائد 4 8، 6 زائد 3 9، 2 زائد 2 4. لدينا عملية الطرح. 5 ناقص 3 2، 8 ناقص 2 6، 2 ناقص 3، هنا خطأ في العملية عفوا، هنا 3 و2، 3 ناقص 2 1. هنا لدينا 3 زائد 2 5، 4 زائد 5 9، 7 زائد 1 8. إذا النتيجة هي 895. مفهوم؟ نعملوا مع التلاميذ بزاف باش يقراونا الأرقام المكونة من 3 أرقام، خاطر غادي ندخلوا في الآلاف، وإذا ما عرف التلميذ ما عرفش يقرا 3 أرقام غادي يصرى مشكل كبير في الآلاف. إذا لازم نعودوه على قراءة المئات بكل سهولة. إذا نذهب الآن إلى التمرين الثالث. يقول أكمل ما يلي. أكمل ما يلي، عندنا التمرين الأول على المثال الأول 4 زائد 4 زائد 4 يساوي 4 في 3. إذا لدينا جدول الضرب لهذه السنة.
المفروض أنه يقرأه في الفصل الثالث، ومع هذا الوباء ما قريناش في الفصل الثالث. إذا لازم نعلم التلميذ ما هو الضرب أو ما هو الجداء. ما يهمناش يعرف النتيجة، يقولنا 4 في 25، ما تهمناش النتيجة أكثر ما تهمنا العملية، يفهم العملية وشنو هي. إذا 4 زائد 4 زائد 4، إذا الرقم متشابه تكرر 3 مرات. إذا نكتب الرقم المتكرر اللي هو 4 ونكتب في 3 مرات، إذا 4 تكرر 3 مرات، مفهوم؟ نعوده على العملية هذه باش يعرف ما هي عملية الضرب أو ما هي عملية الجداء. 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، إذا الرقم المتكرر وهو 6 كم تكرر من مرة؟ 1 2 3 4، إذا هي 6 في 4، مفهوم؟ الآن 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7، كلها أرقام متشابهة وهي رقم 7 في كم تكرر من مرة؟ 1 2 3 4، جيد. الآن لدينا 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10، الرقم المتكرر وهو 10 ضرب في كم تكرر من مرة؟ 1 2 3 4 5 6، إذا 10 في 6. الآن نذهب إلى الطريقة العكسية، لدينا 3 في 2 معناه 3 تكرر مرتين، إذا هي 3 زائد 3. لدينا هنا 7 في 4 معناه رقم 7 تكرر 4 مرات، إذا 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7. الآن 8 في 5 معناه 8 تكرر 5 مرات، إذا 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8، إذا 8 تكرر 5 مرات. علمهم يقرأوا الضرب بهذه الطريقة، 8 تكرر 5 مرات، ويعود يقرأها المرة الثانية، 8 في 5 معناه 8 8 8 8 8 زائد 5 مرات، بينهم عملية الجمع، فهم؟ الآن ننتقل إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع يقول باستعمال الكوس عين الزوايا القائمة، باستعمال الكوس عين الزوايا القائمة. هنا عندنا مربع، مثلث، مثلث، دائرة. هنا لدينا مثلث قائم، وهنا مثلث، وهنا دائرة. إذا نعين الزوايا القائمة باستعمال الكوس. هذا هو الكوس، نستعمله في السنة الثالثة إضافة إلى المدور. ركزوا أيضا على المدور، شروه من الآن وخلي التلميذ يلعب بالمدور لكن برقابة، خش فيه ذاك المسمار هو خطير نوعا ما. إذا نعلم التلميذ كيفاش يصنع الدوائر، نعطوه ورقة بيضاء ونخلوه يخطط كما يحب، نصنع له القطر تاع الدائرة صغير كبير، ونعلموه يلعب بالمدور حتى يعرف يشكل لنا دوائر بدون أخطاء. إذا أيضا قلنا نتعلموا العمل بالكوس أيضا. إذا لدينا هنا المربع، المربع بهذا الشكل، ننظر إلى هذه الزاوية تنطبق مع الكوس، إذا هذه زاوية قائمة ونعلمها بهذا الشكل، هذه زاوية قائمة. نذهب إلى الثانية، أيضا هي زاوية قائمة لأن الكوس ينطبق مع الزاوية، أيضا هذه زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة. إذا المربع قانونا هو كل زواياه كلها قائمة. المثلث، عندنا المثلث هذه الزاوية قائمة، هذه الزاوية ليست قائمة، ما استعملوش بهذا الشكل، استعملوا هذه الزاوية فقط التي قريبة من الصفر، هذه ليست زاوية قائمة، إذن فيه زاوية قائمة واحدة. هذا المثلث ليست زواياه كلها قائمة، ليست له ولا زاوية قائمة. الدائرة أيضا ولا زاوية قائمة. إذن هكذا عينا الزوايا القائمة.
قلنا عودوا أولادكم باش يخدموا بالقوس وأيضا بالمدور. إن شاء الله الحصص القادمة ستكون أصعب، ندخلوا في الجمع بالاحتفاظ، وندخلوا أيضا في الطرح بالاستلاف، وندخلوا أيضا في جدول الضرب بصفة خاصة. إلى هناك وخلص معنا الفيديو تاعنا لنا اليوم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.